مشاهدينا عدنا من جديد وإليكم أهم أنباء جامعة المنصورة لهذه الفترة. مركز الأورام جامعة المنصورة الأول على مستوى الجمهورية في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة. رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح وتشغيل مصيف العاملين بمدينة قمصة. رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع تطوير وتحديث نادي النيل بمنطقة الجربي بمدينة رأس البر. جامعة المنصورة تطلق مبادرة مجتمعية كبرى للمساهمة في إنشاء المشروع الخدمي الكبير امتداد مستشفى الطوارئ الجامعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم مؤمن صبري لاعب نادي جامعة المنصورة لحصوله على ذهبية بطولة الألعاب الإفريقية للكاراتيه غانا 2024. الرئيس السيسي يمنح الدكتور محمد عبد الرؤوف دياب نوط الامتياز كمدير فني للمنتخب في دورة الألعاب الإفريقية بغانا 2024. المؤتمر السنوي لكلية الطب جامعة المنصورة بعنوان طب المنصورة من التميز للتأثير. بمشاركة 14 جامعة الملتقى الأول لجامعات الدلتا بجامعة المنصورة. جامعة المنصورة تستقبل رؤساء ونواب وممثلي جامعات إقليم الدلتا خلال مشاركتهم في فعاليات الملتقى الأول لجامعات تحالف إقليم الدلتا. جامعة المنصورة تدشن خطة التعاون بين جامعات تحالف إقليم الدلتا بمقر جامعة المنصورة الأهلية بمدينة قمصة. المؤتمر الأول لبرنامج التمويل والاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة يناقش الرؤية المستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية. وفد سفارة دولة العراق بالقاهرة في رحاب جامعة المنصورة لبحث سبل التعاون. رئيس الجامعة ومحافظ الدقهلية يؤكدان على أهمية التكامل والتعاون المشترك في العديد من الملفات لتطوير الدقهلية. مجلس جامعة المنصورة يكرم الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة. مجلس جامعة المنصورة يكرم عميدة كلية التمريض وعميد كلية الفنون الجميلة. فريق الطلاب لكرة اليد يفوز بالميدالية البرونزية في دوري الجامعات المصرية. تأهل فريقان من كليات الهندسة جامعة المنصورة إلى التصفيات النهائية على مستوى الدول العربية والإفريقية في مسابقة البرمجة التنافسية ACPC. مشاهدينا كان هذا موجز أخبار جامعة المنصورة، كانت معكم هاجر إسماعيل وإلى اللقاء آخر.